بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبداية جديدة لبرنامجكم من عمان. بعد توقف في الفترة الماضية تابعنا خلالها مهرجان مسقط بتفاصيله الجميلة والرائعة، ها هو برنامج من عمان يعود إليكم من جديد. بدأنا الحلقة الأولى يوم أمس وها هي الحلقة الثانية اليوم بموضوعاتنا المتعددة والمتنوعة التي تعودتم عليها في من عمان في رصدنا اليوم لهذا الحراك وهذا العمل والبناء في السلطنة الحبيبة. نحرص على اختيار موضوعات متعددة تلامس اهتماماتكم وموضوعات هكذا تثري أمسيتنا في الدقائق القادمة بمشيئة الله تعالى. كالعادة في حلقة الليلة حضرنا لكم مجموعة من المحطات إن شاء الله سنتناولها معكم على مشوار حلقة الليلة في برنامجكم من عمان. سنبدأها ربما بالحديث عن اعتماد التعريف الجديد للباحثين عن عمل هذا التعريف الذي يأتي كأحد نتاجات مختبرات برنامج التنويع الاقتصادي تنفيذ التي بدأنا نلمسها وتظهر لدينا تباعا، من ضمنها إيجاد تعريف واضح ومحدد يتم اعتماده للباحثين عن عمل. تم اعتماده هذا التعريف، طبعا ما الذي يمثله اعتماد هذا التعريف وإلى أي مدى يساهم ربما في تصنيف الباحثين عن عمل وبالتالي إيجاد فرص عمل لهؤلاء الباحثين، فرص حقيقية جاذبة في سوق العمل ليستمروا أيضا في أعمالهم بمشيئة الله تعالى. ستكون لدينا وقفة حول هذا الموضوع، كذلك ستكون لدينا وقفة مع ندوة واجتماع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الندوة التي تستضيفها شركة مواصلات تتضمن جلسات حوارية ودورات تدريبية في النقل العام بالسلطنة. سنقترب من هذه الندوة كثيرا، أيضا صاحب هذه الندوة تدشين أجرة أو الهوية لأجرة مواصلات. سنقترب أيضا من هذه الهوية، متى سيتم تدشين أجرة المواصلات لنراها أيضا في محافظة مسقط. هناك أيضا تدشين لخط جديد لحافلات مواصلات في المعبيلة الجنوبية، سنقترب أيضا منه، والكثير من التحديات التي تواجه أيضا النقل العام في السلطنة وما هي أيضا الخطط في المراحل القادمة بمشيئة الله تعالى. كذلك هناك ندوة الوقاية من المخاطر الصحية للمبيدات، سنقترب منها إن شاء الله. هذه الندوة التي تنظمها جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حول الوقاية من المخاطر الصحية للمبيدات الكيميائية. ما هي المبيدات الكيميائية التي يتم التحدث عنها فعلا في هذه الندوة، وكيف يتم تناولها، وكيف من الممكن أيضا الحد من مخاطر المبيدات الكيميائية ومخاطرها الصحية على الإنسان. من الأمور المميزة أيضا مشاهدينا الكرام، اليوم 13 فبراير هو يوم الإذاعة العالمي، واليوم طبعا تم الاحتفال أيضا بهذا اليوم من قبل المنظمة أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. طبعا الإذاعة ذلكم الصوت الأثيري الذي ما زال سلوة المسافرين والعابرين ورفيق الحالمين. الإذاعة التي تعد واحدة من أقدم وسائل الاتصال في العالم، الصوت الذي يحمل أصوات المذيعين الممزوجة بالموسيقى والمؤثرات الصوتية لتلامس مسامع الناس في كل مكان، حاملة صوت الوطن، فتارة تنقل أخبار الناس وأحوالهم وتفتح لهم في تارة أخرى نافذة للتواصل والتعبير عن أفكارهم، وبين ذلك هي صوت للطبيعة والموسيقى. فكل عام والإذاعيين نقول هكذا بكل خير. تحية أيضا للعاملين في الإذاعات، لدينا 9 إذاعات هنا في السلطنة، 6 منها باللغة العربية و3 منها ناطقة باللغة الإنجليزية. تنوع وثراء كبير تشهد أيضا الساحة الإذاعية في السلطنة. هذه الإذاعة التي ظلت محافظة على رونقها وعلى هذا الصوت الذي يبعث بالخيال كما هو شعار إذاعة سلطنة عمان. طبعا من الأمور المهمة أيضا أنه شعار الاحتفال
باليوم العالمي للإذاعة في هذا العام جاء تحت عنوان أنتم والإذاعة واحد، في إشارة لإشراك الجماهير والمجتمعات أيضا على نحو أكبر في وضع سياسات وخطط البث الإذاعي مع التطور الحديث والتطور التكنولوجي في تقنيات البث الإذاعي واستقبال البث أيضا بالطرق والوسائل الجديدة. أيضا من الأمور المميزة أيضا اختيار اليونسكو لإذاعة سلطنة عمان كمحطة إقليمية للاحتفال باليوم العالمي للإذاعة. حديث شائق إن شاء الله سيكون عن الإذاعة وحفاظها على رونقها مع مرور كل هذه السنوات ومع التغير الحديث في وسائل التواصل والاتصال. نتمنى لكل من يتابعنا في هذه اللحظات أن يكون في صحة وعافية وأن ينعم بالسعادة والهناء. مشاهدين الكرام، ميناء صحار الصناعي يمثل بوابة مهمة للنقل في السلطنة كوجهة ودور ريادي يقوم به في هكذا نقل البضائع الاقتصادية، وكذلك يعني محط لكثير من الواردات الاقتصادية عبر هذا الميناء. نتعرف عليها من خلال هذا التقرير، ثم نعود معكم لنبدأ أولى حواراتنا في حلقة الليلة. ابقوا معنا. يعد ميناء صحار الصناعي من المناطق اللوجستية المهمة في السلطنة، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، نظراً للتحولات الاقتصادية والاستثمارية والمشاريع العملاقة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية بصحار. وتبلغ مساحة أرض منطقة الميناء أكثر من 45 كيلومتر مربع، ويحتوي على 21 رصيفاً تتراوح أعماقها بين 16 متراً و 25 متراً، ومجموع أطوالها 6270 متراً. وقد وصلت جملة المشاريع المنفذة بميناء صحار الصناعي والمنطقة الصناعية المرتبطة به لأكثر من 21 مليار دولار أمريكي. وتعد الصناعات الثقيلة المقامة في ميناء صحار الصناعي كمصفاة صحار ومصنع الألمونيوم ومصنع عمان بروبلين ومجمع البتروكيماويات من المشاريع المهمة، إضافة إلى مجموعة من المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً. وقد أثبت ميناء صحار أهمية استراتيجية من خلال الاستثمارات الأجنبية فيه لشركات صناعية عالمية، كما أن ميناء صحار يرتبط بالموانئ المهمة في دول الخليج، الأمر الذي يجعل من التبادل التجاري بين هذه المناطق والموانئ الاقتصادية النامية أمراً يعزز من أهمية هذه الموانئ مجتمعة، ويتيح للسفن والناقلات تخفيض مصروفاتها التشغيلية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. حديثنا الأول راح يكون إن شاء الله هو حديث مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة واعتماد التعريف الجديد للباحثين عن عمل كواحدة من مخرجات برنامج التنويع الاقتصادي تنفيذ. أرحب بضيفي في هذه الدقائق وهذه اللحظات الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة. دكتور يونس أهلا ومرحبا بك معنا، نورتنا في من عمان. أهلا وسهلا، مساء الخير لكم ولكل المشاهدين الكرام. مساء نور وجميل أيضا أنه بدأنا نلامس أيضا نتائج برنامج تنفيذ على أرض الواقع من خلال الكثير من المبادرات تبعناها في الفترة الماضية، ومن ضمنها أيضا اعتماد هذا التعريف الخاص بالباحثين عن عمل. خلينا نتعرف في البداية على أهمية فكرة أصلا أنه يكون هناك تعريف معتمد للباحثين عن عمل. شكرا جزيلا على الاستضافة، وسؤالك جدا مهم
في كل دول العالم اللي لديها طبعا باحثين عن عمل يجب أن يكون لها تعريف لهذه الدولة. وطبعا كما تفضلت أنت هي أحد مبادرات طبعا برنامج تنفيذ اشترك في إعداد هذا التعريف وصياغته الجميع، يعني الحكومة ممثلة ربما في وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء والهيئة، وأيضا رجال الأعمال اللي كانوا حاضرين وأيضا ممثلين لاتحاد العمال حتى يصاغ بشكله اللي ظهر فيه، وهي صياغة قريبة إلى حد كبير من الصياغة المعتمدة في منظمة العمل الدولية، وهي صياغة مرجعية معظم الدول طبعا تعتمدها مع تغيير بسيط وطفيف وفقا لظروف أو ظرف كل دولة. طبعا الحمد لله تم اعتماده، ولكن الهدف الرئيسي وأنا أركز على هذه النقطة هو الوقوف على العدد الحقيقي للباحثين عن عمل أو ما يسمى بين قوسين بمستوى البطالة. لأن تقاس البطالة بمستوى العدد الحقيقي العاطل عن العمل الذي لا يملك عمل، قادر على العمل، مستعد على العمل. طيب قبل أن نأتي دكتور إلى هذه النقطة، هل هذا يعني أنه ما كان في أصلا تعريف للبحث؟ لا طبعا كان في تعريف، والتعريف ربما لم يكن معتمد رسميا بهذه الطريقة. طبعا إذا بغينا نتكلم ليش أيضا قلت تعريف، هناك أسباب كثيرة من بينها المبادرة يمكن الأولى اللي ظهرت من خلال مختبر التشغيل اللي هي العمل الجزئي. يفترض أيضا حتى التعريف يسبق العمل الجزئي، لأنه كما تفضلت أنت أنه تصنيف الباحثين حيكون فيه هناك أيضا باحثين عمل جزئي. طبعا كان في تعريف، وكان في تعريف من أيام سجل القوى العاملة قريب من هذا التعريف أيام ما كان يتبع وزارة القوى العاملة، ولكن غير محدد في كثير من العناصر. اليوم حددت في كثير من العناصر، على سبيل المثال الفترة المرجعية كانت زمان 3 أشهر، الآن شهر. زمان كان الباحث عن عمل يجب أن يراجع مراكز التشغيل أو تحديد الحالة. الآن لا يستطيع بالأسماس، يستطيع بدون ما يوصل يقدر حتى يسجل بياناته، الآن كل شيء متوفر. فتم التغيير وفقا أيضا لاشتراطات المنظمة، وكذلك نتيجة لصدور تقارير من المنظمة، منظمة العمل الدولية، غير دقيقة لأنها كانت تستوحى وتستقى من قراءات في الصحف والمجلات. فكان يجب أن يكون في تعريف نشترك فيه إحنا ومنظمة العمل الدولية. طيب ما هو التعريف المعتمد حاليا للباحث عن عمل؟ نعم، هو الفرد، حتى بس الفرد الذي لا يعمل شريطة أن يكون مستعدا وقادرا على العمل ويسعى إليه من خلال البحث عنه ولا يجده خلال الفترة المرجعية المحددة. طبعا وفق هذا التعريف كثير من العناصر تدخل، يعني قل له يعمل بمعنى أنه هو لا يعمل حتى ساعة، ليس يملك مهنة حرفة إلى آخ تدر عليه دخل. مستعد للعمل، يعني أنا لما أطلبك تعمل عندك أسبوعين، لا تقول لي أنا بعد شهر، لأنك معناته أنت ما باحث حقيقي، عندك شيء يشغلك. قادر على العمل، يعني لا يعيقك شيء، ما تكون طالب يعني متفرغ لدراستك، تسعى إليه من خلال التحديث والبحث عنه وجديتك في البحث خلال الفترة المرجعية اللي هي 30 يوما. فترة المرجعية التي إيش مقصود بها؟ أنه يتم التواصل معه حول الفرص المتاحة أم ماذا؟ لا، الفترة المرجعية تشمل كل شيء. أولا تشمل أنه هو يراجع، أنه هو ينشط بياناته، يقول أني أنا باحث، يقول أني أنا ما زلت أبحث عن عمل، يذهب إلى مراكز التشغيل التابعة حاليا لوزارة القوى العاملة ليقول أننا أبحث. هذه هي الفترة المرجعية، يبقى هو نشط، يبقى باحث عن عمل نشط. تسعى الجهات الحكومية سواء الهيئة أو الوزارة إنها تبحث له عن عمل، إذا مش عمل تبحث له عن برنامج تدريب لصقل إمكانياته، وبالتالي تلحقه في عمل، تلحقه بعمل مقرون بالتشغيل، التدريب مقرون بالتشغيل وبالتالي عمل، يكون أمام الوزارة والجهات الحكومية نشط، وبالتالي في خلال 30 يوم نستطيع أن نساعده في البحث. طيب هل هذا يعني أنه مع هذا التعريف بهذه العناصر والمحددات التي ذكرناها رح يتم إعادة تصنيف، ويعني أعداد الباحثين نفسهم رح تفرق؟ طبعا هي فرقت في خلال يومين، يعني اليوم نحن كنا يعني نطالب بالباحثين أن ينشطوا بياناتهم كل شهر، لكن داخل قواعد بياناتنا نحتفظ بالتنشيط 3 أشهر. فكان الرقم يعني 44. اليوم حتنخفض هذه الأرقام ربما أقل قليلا، لأنه طبعا في كثيرين حيطلعوا اللي هم ما نشطوا خلال الشهر. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال اللي منشطين عندي حوالي 37، كانوا 47 في نهاية الشهر. طبعا أنا أيضا أتكلم عن 47,000. نتكلم عن 47 حاليا، 47 ألف باحث عن عمل منشط حسب النشرة الإحصائية الأخيرة اللي هي في نهاية، لأنه نحن نأخذ نهاية كل شهر هو العدد
الرسمي الحقيقي. فنهاية يناير كان عدد المنشطين 47,591، طبعا أكثر من ثلثينهم إناث، وأكثر من نصهم هم من أصحاب المؤهلات الجامعية، يعني ممتاز. دبلوم جامعي فأعلى. ممتاز. طيب نعم. طيب يعني معناته أنه أكيد لديكم توقعات أيضا بعدد الباحثين اللي راح توصلوا له وفق هذا التعريف. نعم، أنا أتوقع أنه حيستمر عدد الباحثين بين 35,000 و40,000 شهريا. لكن أخي خالد، نحن أيضا نقول دائما وأبدا الآن الجامعيين هم اللي يزيدوا، لأنه الأكثر تسجيلا الآن هم أصحاب مؤهلات الدبلوم الجامعي وأعلى. ونقولها أيضا أن هناك 140,000 طالب على مقاعد الدراسة من سنة أولى إلى خمسة، هؤلاء أيضا سيأتوا خلال 5 سنوات القادمة ليصبحوا باحثين عن عمل. طيب الآن ما المطلوب من الباحث عن عمل وفق هذا التعريف؟ هل محتاج أنه ينشط مرة ثانية بيانات؟ نعم، هناك إجراءات طبعا وفقا لبرنامج، البرنامج اللي خرجنا من التنفيذ، هناك برنامج تنفيذي أيضا لنا نحن كجهات القوى العاملة، الخدمة المدنية، السجل، على أساس نوصل المعلومة للباحث. المطلوب من الباحث هو يعرف أن ينشط بياناته مرة، يعطي يعني يصل هو مسج أن اليوم هو آخر يوم حالك في كباحث نشط، نشط، يرسل فقط من خلال الرسالة أو يراجع. طبعا الآن حيكون في تنسيق بين وزارة القوى العاملة، لأنه من ضمن اشتراطات أن تبقى أنت نشط لا ترفض 3 فرص عمل تمنح لك، وبالتالي إذا ترفض حيصبح أنت غير نشط لفترة زمنية معينة. كل هذه الإجراءات الآن نناقشها مع جهات التوظيف، ولكن أنا أدعو وهذه سهلة جدا. نعم. اليوم كل شيء متوفر، الباحث عن عمل يستطيع أن يسجل بياناته بدون ما يجي الهيئة، يستطيع أن يدخل كل شهاداته ومؤهلاته، نقوم نحن هناك بتسجيله، ما محتاج يراجع. وأيضا بالنسبة للتنشيط هو ما محتاج يجي، مجرد أن يرسل رسالة، إحنا اليوم نرسل هذه المعلومات لجهات التوظيف حتى مع وجود مؤهلات جديدة حصل عليها، يستطيع أن يدخل مؤهلاته ويحدث بياناته داخل النظام. نعم. نعم. طيب ازدياد أعداد الباحثين عمل أكيد يمثل لكم هاجس أيضا. نعم. أنتوا أكيد هدفكم ربما هو التقليل من الأعداد، أليس كذلك؟ نعم. طيب ما هي المبادرات والحلول اللي نتوقعها إن شاء الله؟ والله خالد، أنا أتمنى إنه اللي نوقش، طبعا يمكن يعني مشكورا ذكرت إنه بدايات المبادرات في تنفيذ بدأت، لكن الحقيقة الأهم منها هي الثلاث قطاعات اللي كنا نناقشها. ماذا بعد التعريف؟ أيوة، هي الثلاث قطاعات، هناك 3 قطاعات. قطاع اللوجستيات، وانتم عرضتوا يمكن تقرير الميناء صحار، والسياحة. نعم، والسياحة وقطاع الصناعات التحويلية، قادم التعمين وقادم الثروة السمكية. إذا الأرقام الموجودة في هذه المبادرات ستطرح حقيقية، بالإضافة إلى مسألة طبعا مش التعمين، الإحلال اللي قاسين نحن أيضا نسعى له، أعتقد هذه الأرقام ستذوب بكل سهولة. يعني نتكلم عن عدد لا ليس كثير، 47 ولا 50، هذا يمثل أقل من 6% بالنسبة لمستوى البطالة. لكن دكتور يوسف تكلم عن نسبة كبيرة من الإناث التي ربما قد تكون نسبتها في الحصول على وظائف في هذه القطاعات ربما أيضا أقل من زملائهم. أتفق معك، وبالتالي في أكثر من جلسة كنا نقول أنه يجب أن ينظر إلى الإناث يعني نظرة خاصة، لأن أيضا عندهم مشاكل العمل وين بعيد عن مواقع سكناهم، مثل هذه الأمور. ولديهم مؤهلات جامعية وصارهم سنوات أيضا. نعم طبعا، بكل تأكيد. لكن أنا أقول أنه كثير من الوظائف إذا عمنت، وكان الكلام كثير حقيقة في تنفيذ أنه هناك كثير من الوظائف في الشركات ممكن أن يحل فيها عمانيين، ممكن أيضا أن تنشئ صناعات كثيرة ذات خطوط إنتاج تستطيع الإناث أنها تشتغل. ومن بين الأشياء المصنفة أو من بين المبادرات اللي هو العمل الجزئي، العمل الجزئي جاء ليخدم أيضا هذه الفئة، فئة الإناث ربما المتزوجات، ولكن من لديهن الرغبة في العمل أو محتاجات العمل، أن يشتغلن عمل جزئي لساعات معينة، 4 ساعات 5 ساعات في اليوم، لأنهن مضطرات أن يرجع عن عندهن التزامات منزلية. أيضا حيكون في تصنيف حالهن، وحيكون مستقبل في المستقبل القريب أيضا يستطيع عنهن أن يدخلن طلبهن هذا أن يشتغلن في العمل الجزئي. ثم بعد ذلك نبدأ نشتغل مع الجهات المشغلة على أساس احتواء أو استيعاب هؤلاء. يعني وكأنك دكتور يونس تتكلم بمنطق جميل، وأيضا ثقة أنه المرحلة الجاية إن شاء الله راح تكون فيها فرص أيضا. أكيد، لأنه نعتقد أنه نحن كلنا مرينا بالهاجس هذا في السابق وعاشرناه. نعم. وأعتقد الحكومة يعني جادة في، وأنت طبعا سمعتوا جميعا تصريح صاحب السمو السيد فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء،
وإنه طبعا أنا أعتقد الآن القوة وزارة القوى العاملة جالسة تشتغل أيضا مع القطاع الخاص كشراكة لإيجاد فرص العمالية. وأنا أعتقد كما قلت إذا اشتغلنا على المبادرات وعلى القطاعات ذات الأولوية سنستوعب هؤلاء وسنستوعب من القادمين. الأهم في الأمر هو الجدية. سيبقى دائما نسبة معينة باحثين عن عمل، موجود طبعاً وهذا موجود في كل أنحاء العالم، لكن نحن ما نريده يزيد عن النسبة المتعارف عليها المقبولة اللي هي 5-6%. نعم. طيب دكتور، أنت مشكورا أيضا، يعني عرجت هكذا على بعض المبادرات إن شاء الله راح تكون موجودة خلال المرحلة القادمة من برنامج تنفيذ كمخرجات أيضا تعالج موضوع الباحثين عمل خلال المرحلة القادمة. يبقى موضوع القطاع الخاص أيضا موضوع مهم جدا، هل تم طرحه بتلك الأهمية من حيث بيئة العمل؟ إلى أي مدى هي جاذبة؟ ما هي الحلول المبادرات راح تكون موجودة إن شاء الله خلال المرحلة القادمة، بحيث أنه يعني العاملين أيضا في هذه المؤسسات يعني يستمروا فيها، يعني تكون أيضا جاذبة بصورة أكبر لاستيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل، حتى لا نعود مرة ثانية لنفس الموضوع؟ بالتأكيد أنا أعتقد كان النقاش، لأنه كثير من أصحاب الأعمال وحتى إحنا استضفنا باحثين عن عمل يحكوا معاناتهم أيضا في موضوع مقابلات مع الشركات. إحنا الحقيقة ليس الراتب هو يعني الذي الهاجس المسيطر عند الباحث، هو أكثره بيئة العمل نفسها. وبالتالي كنا مركزين أنه يا جماعة الخير على الشركات جميعها، وفي أيضا مبادرة من تابعة لموضوع التعريف، أنه على الشركات الآن أن تجد وتوجد داخلها اللوائح التنظيمية المنظمة. في هذه اللوائح واضح فيها مثلا الحد الأدنى للأجر لكل فئات تعليمية، ما تقول لي 325 للجميع. أيضا موضوع الترقي، موضوع العلاوات، متى أنت مهمة جدا. ضرور. وبالتالي الباحث لما يوصل يعرف الكارير باث، يعني وين رايح هو في داخل الشركة، متى هل هناك برامج تدريب حاله على رأس العمل، صقل إمكانياته، هذا أيضا مطلب أساسي. وطبعا هذا معول على وزارة القوى العاملة في هذه المرحلة أن تضغط على كل مؤسسات القطاع الخاص أن تخرج هذه المؤسسات طبعا تحت إشرافها بهذه اللوائح التي بسببها سيكون هناك استقرار للعماني في القطاع الخاص. نعم. طيب يعني هي بيئة العمل يعني هاجس كبير أيضا لدى الشباب، نعلم كثير من الشباب كان أمضوا سنوات طويلة في بعض المؤسسات، يعني رواتبهم لم تتجاوز يعني نقول 400 و500 ريال، بعضهم جاوز 10 سنوات، ودائما يعني التحجج بالمستوى الأدنى من الحد الأدنى من الأجور. طيب إذا تجاوزنا هذا، هناك أيضا تجارب ناجحة، هناك قطاعات يقبل عليها الشباب كثيرا للعمل في القطاع الخاص. نتكلم ربما عن قطاع النفط، نتكلم عن القطاع المصرفي. نعم. أكيد هذه نماذج طرحت أيضا. نعم طبعا طرحت. والجميل في هذه النماذج اللي تفضلت فيها أنه فيها رعاية عليا، يعني أتاحت لها أن تكون بهذا الصورة. يعني مثلا النفط والغاز طبعا في وزارة وفي شركة النفط، شركة بي دي او تنمية نفط عمان، والمصرفي في البنك المركزي. فكان هناك رغبة حقيقية. اليوم أيضا في تنفيذ طرحت مثلا قطاع المقاولات والإنشاءات، يعني اليوم هو الأكثر عدد العمال فيه كوافدين هو قطاع المقاولات والإنشاءات وقطاع الخدمات. نعم. وهو اللي غير جاذب حقيقة للعمانيين. نعم. ولكن طلعت أيضا مبادرات، أنا ما أريد أسبق الزمن، ولكن مبادرات جيدة أيضا لاستقطاب العمانيين فيها، وإن شاء الله إذا رأت النور حتكون أفضل بكثير من التجربة الماضية بإذن الله. إن شاء الله. طيب دكتور يونس، أيضا كونك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وأنتم أيضا تطالعون أيضا الفرص المتاحة، ما الذي تنصحون به أيضا للباحثين عن العمل اللي يبحثون عن فرص عمل حقيقية ليشاركوا في بناء هذا الوطن، سواء في مؤسسات القطاع الخاص وحتى في مؤسسات القطاع المدني، في ظل طبعا يعني شح الفرص؟ بارك الله فيك، هذا سؤال جدا مهم. لا يستطيع الإنسان أن يبدأ كبيرا. نعم. فيجب أن يبدأ صغيرا حتى لو كان خريج. أنا اللي أشوفه حقيقة من الكثير اللي راجعوني سواء باحثين والأكثر حتى أولياء أمور باحثين. نعم. أنهم يستعجلوا، أريد الشركة الفلانية، أريد المكان، طبعا ما ممكن يستوعب. نعم. ابدأ وين ما أنت في. كثيرين حقيقة يقول أنا أريد أي شغل أسوي في السي في مالي، بس إن أنا اشتغلت سنتين أقدر أقدم فيه للشركة. وهكذا مفروض الإنسان يبدأ. بالضبط. لذلك أنت لا تترفع عن أي وظائف، ادخل في هذا الوظائف، اكدح،
قاتل حتى لو تشوف منافسة من أجنبي، حاول أن تثبت وجودك، اصنع لك تاريخ وظيفي سنتين، كل حد حيبغاك لأنه يعني مجرد أنك أنت مستقر في مكان واحد وكافحت الآخر يعرف أنك مستقر، غير عن اللي جالس يتنقل. فأنا أنصح على وعلى الاستقرار أنه الإنسان يبحث، ما يجلس، لا ينتظر وظائف حكومة، لأن اليوم الوظائف في الحكومة شحيحة، نعرف أن الوظائف، أن الحكومة بمؤسساتها شبه متشبعة، ستبقى طبعا قطاعي التعليم والصحة لأنها توسع في خدماتها تستوعب، ولكن قطاعات الأخرى لا يعني. فبالتالي الإنسان أو الباحث عن عمل يجب أنه يبدأ، ثم بعد ذلك ينظر إيش يعني الفرص اللي حتأتي، وحتأتي الفرص بإذن طيب الله. التحدي الأكبر الآن، هل لأصحاب المؤهلات من دبلوم فاعلة أم العكس من أصحاب المؤهلات دون الدبلوم؟ لا، مؤهلات دون الدبلوم نحن يمكن استوعبناهم كثير، واستوعبهم القطاع العسكري الحقيقة بشكل بالضبط. كبير، وما صار مثل هاجس، هذا واحد. اثنين، حتى هؤلاء الآن أنت تعرف أنه نسبة كبيرة من مخرجات التعليم تلتحق بمؤسسات التعليم العالي. الهاجس هو الحقيقة أصحاب المؤهلات، المؤهلات الدبلوم الجامعي والجامعي. وطبعا لما نقعد بعدين نحلل هذه البيانات كما تفضلت في البداية، يجب أن نعرف أيضا كيف نحل مشكلة الإناث داخل هذا القطاع. تحية لكم لجهودكم أيضا دكتور يونس بن خلفان الخزمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة. إن شاء الله تكلل كل هذه المبادرات أيضا بالنجاح، وأنه فعلا نشوف شباب سعيدين أيضا بحصولهم أيضا على فرص عمل ليساهموا أيضا في بناء الوطن في كافة قطاعات ومجالات. شكرا جزيلا. شكرا لك على وجودك معنا. إذن هذا كان حديثنا مشاهدينا الكرام عن الباحثين عن عمل، وعن التعريف أيضا الجديد الذي تم اعتماده للباحثين عن عمل، وهو يعني أحد مخرجات طبعا برنامج تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي الذي بدأنا نلمس المبادرات إن شاء الله، وتأتي تباعا يعني من خلال الدكتور. الآن حاولنا أنه نلتمس ماذا بعد هذا التعريف، وإن شاء الله تكون هناك أخبار سارة أيضا للباحثين عن عمل من خلال المبادرات التي ستأتي تباعا بمشيئة الله تعالى. نتمنى أيضا أنه الباحث عن عمل أيضا أنه يساعد أيضا هذه الجهات في أنه يطور من نفسه، أيضا يستوعب أيضا يعني ما هو حاصل الآن في شح الفرص المتاحة، وبالتالي يطور من نفسه للحصول على فرصة مناسبة بمشيئة الله تعالى. الآن نذهب إلى قطاع الأخبار لنتابع معكم عناوين الأخبار، بعدها لدينا عودة، ابقوا معنا. مشاهدينا السلام عليكم، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء. وزارة التربية والتعليم تعتمد المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواها، وإعلانها يوم الأربعاء المقبل. شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات تكشف عن الهوية الجديدة لسيارات الأجرة، وتعلن عن تدشين خط جديد يربط وسط المعبيلة بجنوبها. اليونسكو تختار إذاعة سلطنة عمان محطة إقليمية للاحتفال بيوم الإذاعة العالمي. ندوة التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبحث في مسقط دور المؤسسات التنموية والاستثمارية في رفض ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الرئيس التركي يقول إن بلاده تعتزم إقامة مناطق آمنة في سوريا بمساحات تصل إلى 5000 كيلومتر. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء انفجار استهدف احتجاجا بمدينة لاهور الباكستانية. العناوين انتهت، نلقاكم مشاهدينا الكرام في نشرة مفصلة بعد أقل من ساعة من الآن، إلى اللقاء.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. نرحب أيضا بكل من انضم لمتابعتنا في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. إن شاء الله تستمتعوا معنا بموضوعاتنا المتعددة التي نختارها لكم من خلال هذا الحراك وهذا العمل وهذا البناء في السلطنة الحبيبة. محطتنا القادمة هي الحديث عن ندوة واجتماع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة. هذه الندوة التي تتضمن جلسات حوارية ودورات تدريبية في نظام النقل العام والتي تستضيفها السلطنة ممثلة في مواصلات، شركة مواصلات نقترب منها، وأيضا نقترب أيضا من تدشين أجرة مواصلات وكذلك تدشين خط جديد لحافلات مواصلات في منطقة المعبيلة. من خلال ضيفي الأستاذ بدر بن محمد بن حمود الندابي مدير عام الدعم المؤسسي بشركة مواصلات، حياك الله أستاذ بدر معنا. الله يحييك، مساء عليكم ومساء على المشاهدين الكرام. أهلا بك ونبارك لكم. أيضا تدشين الهوية الخاصة بأجرة مواصلات وأيضا مشاريع وخطط خطوط جديدة أيضا لحافلات مواصلات. بداية خلينا نتكلم عن الندوة وأيضا استضافة شركة مواصلات لاجتماع الاتحاد العالمي للمواصلات. نعم طبعا، يأتي استضافة هذا الحدث من منطلق حرص وزارة النقل والاتصالات في تفعيل ودعم الرؤية الجديدة للنقل العام في السلطنة، وكذلك من خلال تبادل الخبرات بين المختصين والمهتمين في هذا المجال أو هذا القطاع. فالندوة طبعا شملت عدة محاور رئيسية، من أهم المحاور كانت تتحدث عن القطاع النقل العام في السلطنة والتحديات التي تواجه هذا القطاع من خلال التحديات الخاصة في ما يخص البنى التحتية والجوانب الأخرى اللي هي يعني فيها نوع من تعيق تقدم هذا القطاع بشكل مرن مثل ما نقوله. نعم، هل هذا يعني أنه هذه الندوة وما يطرح فيها ربما قد يمثل أيضا توصيات للخطة التي حتى هي الخطة أعلنت أصلا من قبل وزارة النقل والاتصالات؟ نعم. للعام المقبل إن شاء الله. نعم. فيما يتعلق بالنقل والاتصالات في السلطنة ومن ضمنها أيضا ما يتعلق بالنقل العام، إلى أي مدى قد تخرج هذه الندوة أيضا بتوصيات مهمة تساهم في تطوير النقل العام في السلطنة؟ نعم، هي الندوة طبعا يعني كان فيها متحدثين عالميين من مختلف دول العالم. المتحدثين يعني في أكثر من طبعا محاور تطرقوا لأهم التحديات اللي تواجه النقل العام بشكل عام على المستوى العالمي، وكان في جلسات يعني متخصصة للتحدث عن التحديات اللي تواجه السلطنة في هذا القطاع، وبعض يعني طبعا ناقشوا بعض الحلول والآليات اللي هي تذلل هذه التحديات. فيعني كان النقاش مثري طبعا، المهتمين في هذا المجال كانوا يعني طبعا في نوع من الحوارات اللي هي تبادلوا فيها الخبرات. نعم. والمعارف لآليات اللي هي تساعد في يعني التقليل من هذه التحديات أو تذليلها. نعم، طيب ما هي أبرز التحديات غير عن البنية التحتية التي ذكرتها أستاذ بدر التي تم طرحها في هذه الندوة؟ نعم. تتعلق بتفعيل النقل العام أيضا في السلطنة. في الحقيقة يمكن من أبرز التحديات هي الثقافة، ثقافة المجتمع في استخدام النقل العام. لا زال يمكن المجتمع يعني بشكل عام يعني يعتمد اعتماد كبير على المركبات الخاصة أو نسميه النقل الخاص، ولم يعني يقرب بشكل كبير يعني أهمية وفوائد هذا القطاع، قطاع النقل العام. لكن أكيد وضعت في الحسبان أن ترى ما متوفر أيضا بتلك الكيفية أيضا هذه الوسائل. موضوع التوفرها يمكن مرتبطة بالبنية التحتية. نعم. فيعني لو تبتعد عن البنية التحتية بالفعل يعني يمكن من التحديات اللي هي يعني عاقد توفر يعني مثل ما أقول وصول النقل العام في مختلف يعني المناطق في المحافظة، محافظة مسقط بالأخص. يمكن عدم توفر يمكن البنية التحتية اللي هي من أهمها يمكن مواقف خاصة للحافلة بالنفس. نعم. وهذا يمكن يعني في طور تنسيق مع الجهات المعنية في السلطنة. نعم. لتدليل هذا الجانب. نعم. طيب على هامش طبعا هذه الندوة هناك تدشين للهوية الخاصة بأجرة مواصلات. نعم. خبرنا عن أجرة مواصلات، متى سيتم تدشينها؟ تابعنا طبعا
بعض الصور، وأيضا اليوم الهيئة التي تبدو بها أيضا هذه السيارات، متى سيتم تدشينها، متى راح تكون موجودة، وكيف سيتم تفعيلها في محافظة مسقط مرتين؟ نعم، هو في الحقيقة التدشين، موضوع التدشين في خطة راح يتم الإعلان عنها عن طريق الشركة. نعم. بس نستبق الموضوع، الشركة حصلت على رخصة إدارة يعني مركبات الأجرة في نهاية 2016. هذه الرخصة طبعا يعني من مكوناتها الرئيسية أنه يتم استغلال يعني قائدي مركبات الأجرة الحاليين ونقلهم إلى مظلة الرخصة الجديدة تحت نعم. هوية مواصلات وتدريبهم، ومن ثم يعني إطلاق هذه الخدمة في ثلاث مواقع رئيسية اللي هي مطار مسقط الدولي والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى خدمة تحت الطلب، ممكن يعني نعم. المواطن أو المقيم يطلب سيارة الأجرة من نعم. منزله ومن مكان إقامته. هل هذا يعني راح تكون بديل لأجرة المطار الموجودة حاليا؟ هي أجرة المطار الحالية بهوية مواصلات، نفس طبعا الطاقم الوظيف الحالي نعم. اللي هم السائقين بنفس الشيء، بنفس يمكن عدد المركبات الحالية بس بهوية جديدة نعم. مع تنظيم يعني يكون طبعا خاضع لعدد من الضوابط، راح يتم طبعا الإعلان عنه نفس الشيء في المستقبل القريب، بالإضافة إلى وجودها في المجمعات التجارية والفنادق أيضا كخدمة، وأيضا كخدمة تحت الطلب. كيف راح تكون الآلية؟ الفنادق ما راح نوفرها في يعني عن طريق مواصلات، راح توفرها مشغل ثاني إن شاء الله. يعني في مشغل قادم؟ في مشغل تم الإعلان عنه سابقا في نفس الفترة اللي تم الإعلان فيها عن رخصة مواصلات. نعم. طيب كيف ستتم آلية العمل أيضا فيما يتعلق، ولو أن الحديث بدري عن يعني أجرة تحت الطلب؟ نعم، من ضمن يعني الخطوات اللي تم اتخاذها في بداية العام، تم الإعلان عن طرح مناقصة. هذه المناقصة راح تكون هي مناقصة طبعا فنية لتقديم وإدارة السيارات الأجرة بشكل أكثر تقني. فمن ضمن مكونات هذا الجانب التقني أنه راح يكون في تطبيق ذكي، راح يكون في عدادات ذكية متوفرة في الحافلة في المركبات، تتيح للمستخدم أنه يطلب سيارة عن طريق التطبيق للمكان اللي هو فيه، المقر اللي إقامته أو المقر اللي يعني يريد يعني يكون يتوفر فيه سيارة. نعم، يطلب فيه الخدمة، وعلى ضوء هذا التطبيق ممكن يعني ينتقل من جهة إلى أخرى في محافظة مسقط مبدئيا. حاليا في محافظة مسقط. نعم. ومن المواقع اللي ذكرتها حاليا بس تحت الطلب طبعا هي يعني ما مربوطة بموقع معين، من أي موقع في محافظة مسقط. طيب هل تم مراعاة أيضا أصحاب الأجرة الحاليين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة من خلال سيارات الأجرة للترزق من هذه السيارات؟ هناك أيضا خوف أيضا من أصحاب الأجرة أنه هذه يعني هذه الخدمة الجديدة قد تؤثر أيضا على سوق الأجرة أيضا. نعم، هو في الحقيقة أحب أوضح نقطة مهمة، يعني القائدين الحاليين لسيارات الأجرة واللي عندهم رخصة قيادة سيارة أجرة راح يتم يعني الاستفادة منهم من خلال إعلان نعم. راح يتم نشره في شقين، شق أنه قائد سيارة الأجرة ممكن ينضم لشركة مواصلات، بيكون في مثل اتفاقية أنه يعني الشركة راح تدير هذه السيارة سيارته الخاصة بس بتنظيم في توقيت معين في مواقع معينة بضوابط، ويعني اللي هي راح تحدد عن طريق طبعا وزارة النقل والاتصالات عن طريق يعني الإطلاق، أعتقد تنظيم يعني راح يشمل هذا الجانب إن شاء الله. طيب ماذا عن حافلات مواصلات التي تم تدشينها تقريبا الآن، أكملت سنة تقريبا من عملها في محافظة مسقط بالتحديد، هل تم تقييمها، إلى أي مدى هي مجدية؟ نعم، الحمد لله من خلال الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها بين فترة أخرى من يعني طبعا تدشين الهوية من نهاية 2015 لحد نهاية 2016 تم نقل ما يقارب 3 ملايين و700 ألف راكب،
وهذا مؤشر يعني دليل على وجود رغبة من المجتمع أنه في هل العمانيون يمثلون نسبة جيدة من هذا العدد؟ نسبة العمانيين في بعض الخطوط تجاوزت 80% اللي هي الخطوط بين المدن. نعم. بس في محافظة مسقط نسبة العمانيين يعني تتفاوت بين 20-25%. نعم. أكيد أنكم تطمحون لأفضل من ذلك. دشنتوا أيضا خط جديد في المعبيلة. نعم. تكلم عنه، كيف راح يكون الخط؟ خط المعبيلة طبعا يعني يأتي من ضمن مكونات الخطة الاستراتيجية للنقل. طبعا هذه الخطة يعني المفروض تم تطبيقها وبداية تطبيقها من 2016. ففي عندنا خط رئيسي للشركة هو خط روي المعبيلة. يعني بناء على رغبة سابقا على الشارع العام. على الشارع العام. نعم. أيوه. بس في رغبة من المجتمع أنه يعني نتوسع في هذا الخط وندخل أكثر في المنطقة. فبعد الدراسة اللي تمت من قبل المختصين في الشركة شافوا أنه في إقبال أو في يعني حاجة للمجتمع أن نوصل في المنطقة اللي هي تسمى منطقة المعبيل الجنوبية. فتم يعني دراسة هذا الاحتياج، وإن شاء الله خلال الشهر الجاي راح يتم تدشين هذا الخط. يعني راح يكون هذا الخط الآن من محطة مواصلات الموجودة في المعبيلة قريب من الجسر في نعم. المعبيلة الجنوبية. نعم. اللي راح يربط إلى داخل المعبيلة بالقرب من الصناعية، ليس كذلك؟ بالقرب من الصناعية، يمر بجامع سلطان تيمور بن فيصل. وأعتقد أنه هذا أيضا مطلب موجود في كثير من مناطق الداخل، يعني داخل محافظة مسقط، حتى أيضا يقدر الناس يستخدموا أيضا هذه المواصلات، ليس كذلك؟ تصلكم نعم. أيضا هذه المطالبات؟ نعم، في الخطة الاستراتيجية اللي وضعت يعني في الحقيقة هي خطة يعني تمتد إلى 25 سنة قادمة، يعني إلى حد 2040. ففي كل سنة من سنوات الخطة في يعني توسعة لهذا القطاع، القطاع النقل يعني من ضمن الخطة الاستراتيجية في السنوات الأولى راح يتم يعني إطلاق الكثير من الخطوط الجديدة في محافظة مسقط، يعني تصل إلى 15 خط جديد إن شاء الله خلال السنوات القريبة القادمة إن شاء الله. وهذه الخطوط راح يتم الإعلان عنها تباعا قبل تدشينها من قبل إن شاء الله المعنيين في الشركة إن شاء الله. نعم، كل توفيق لكم. طبعا الأستاذ بدر بن محمد بن حمود الندابي مدير عام الدعم المؤسسي بشركة مواصلات، شكرا لك على وجودك معنا. شكرا. كل توفيق أيضا في الأيام المتبقية من الندوة والاجتماع إن شاء الله. إن شاء الله. توفيق. إذا كان هذا حديثنا عن ندوة واجتماع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وأخذنا حديثنا أيضا على تدشين أجرة مواصلات التي تم تدشين هويتها التي ستدشن إن شاء الله خدماتها خلال الأشهر القادمة بمشيئة الله تعالى. حديثنا القادم هو الحديث عن الإذاعة، هذا الصوت الأثيري الذي يأخذنا إلى أبعاد كثيرة، هذا الصوت الذي يعشقه الكثير من الناس ويصاحبنا كثيرا في أسفارنا وفي حلنا وترحالنا. اليوم العالمي للإذاعة، قم معنا. أول شيء كل عام وانتم بخير واحنا بخير وجميع الإعلاميين بخير في كافة الوطن العربي وفي العالم أيضا. سعيدين جدا أنه تم تخصيص يوم عالمي للاحتفال بالإذاعة. طبعا هو أقرت اليونسكو في 3 نوفمبر من عام 2011 بطلب من إسبانيا، بعد ذلك أقر في ديسمبر 2012، وتم الاحتفال سنويا في 13 فبراير من كل عام. فيما يتعلق بأنه دائما لما تيجي حاجة وتلغي الحاجة الثانية، مثل ما قالوا يعني لما دخل التلفزيون قال بيلغي دور الإذاعة. قبل الإذاعة كان في الصحف المنتشرة كانت بقوة في تلك الفترة، فلما جات الإذاعة قالوا أن الناس خلاص ما بتبطل تقرأ صحف، فلا بالعكس، يعني الإذاعة هي عالم من الخيال، وبإمكانك أنك أنت
تتلقى المعلومة في أي وقت، في أي ظرف، في أي زمان، في أي مكان، خاصة مع وجود التطبيقات الكثيرة اللي ذكرتها حاليا. بإمكانك في أي دولة من دول العالم تدخل في أي تطبيق عن طريق الإنترنت وتسمع الإذاعة بكل وضوح وإذاعة بلدك. الإذاعة صارت رفيقة دائمة للمتابعة للمستمع من خلال مشاركاتهم، أيضا صار في تواصل حي ومباشر معنا ومع المستمع الكريم، هم نفسهم أيضا صار بينهم صداقات وكل واحد يسأل عن الثاني إذا كان غايب عن البرنامج. فلا بالعكس، الإذاعة ما زالت قوية وشامخة، وإن شاء الله راح تواصل ظهورها وتقدمها أكثر وأكثر. الإذاعة يظل دورها مهم ودور أساسي ودور مكمل لوسائل الإعلام الأخرى، وربما تكون الإذاعة هي عميدة هذه الوسائل لقدم طبعا الإرسال الإذاعي. رغم تعدد كل هذه الوسائل وكل وسيلة لها عامل جد الحقيقة، بس تظل الإذاعة أيضا لها عواملها الأخرى ولها عامل الجذب الرئيسي، هي التنوع وأيضا اليوم البرامج المفتوحة، وأن تكون الإذاعة دائما لسهولة طبعا في قلب الحدث وفي أي لحظة ممكن تفتح مباشر. يعني كل هذه تغيرات متأكد أنها إيجابية لصالح المستمع. إذاعة السلطنة مثلها مثل أي وسيلة أخرى في البلد، وربما هي الوسيلة الأقدم طبعا من وسائل الإعلام، فصاحبت النهضة المباركة في هذا العهد المبارك لمولانا منذ البدايات وإلى اليوم، وتستمر بهذه الرسالة الوطنية. الإذاعة قادرة على التكيف مع كل ما هو جديد، بمعنى آخر لو قلنا أن الهاتف والإنترنت حل محل الإذاعة، لا، أنت تحمل تطبيق الإذاعة الابليكيشن في التليفون في الهاتف وتسمع إذاعة، ناهيك عن عوامل كثيرة جدا لا مجال لحصرها الآن، كفيلة ببقاء الإذاعة كوسيلة اتصال جماهيري إن شاء الله دائما نتحيز لها نحن. الإذاعة هي موصل حقيقي وموصل قوي جدا جدا، لم تؤثر عليه كل وسائل الاتصال اللي متواجدة حاليا، ولو كانت أثرت عليه كان أثر أيضا على الصحافة فيما قبل، فلم تؤثر الإذاعة على الصحافة ولم كانت متواجدة، ولم يؤثر أيضا التلفزيون على الإذاعة، فهي الإذاعة موجودة ولم تؤثر حتى الآن أي وسيلة تواصل على الإذاعة، كل يعمل في حذاء، فالإذاعة تبقى هكذا مسمى جميل جدا إذاعة، ونحن نقول إذاعة سلطنة عثمان بالتحديد بكل برامجها ستظل قوية وتظل متطورة بالنسبة للمتلقي، وتقدم ما هو جديد وما هو مفيد دائما وأبدا. الإذاعة جميلة والإذاعة مدرسة تخرج الكثير من الإعلاميين، وأنا أمام مدرسة أيضا وأستاذ قدير إعلامي مخضرم أيضا الأستاذ عبد العزيز السعدون، أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عبد العزيز في هذه الأمسية التي نحتفي أيضا فيها باليوم العالمي للإذاعة. لدينا 9 إذاعات متنوعة موجودة في السلطنة بين الحكومية والخاصة، تقنيات جديدة أيضا دخلت في الإذاعة فيما يتعلق بالبث والاستقبال أيضا، كيف يرى الأستاذ عبد العزيز وأنت أيضا أحد أساتذة الإذاعة في هذا الوقت؟ شكرا خالد. أولا احنا نبارك لأنفسنا في هذه المناسبة الحقيقة، وهذه لفتة طيبة من منظمة اليونسكو أن تهتم بالإذاعات ولما لها من دور كبير
كوسيلة تثقيف ووسيلة متعددة المهام. طبعا الإذاعة العمانية والإذاعة بشكل عام وبداية مشوار الإذاعة وما احتوت عليه أول إذاعة كان ذلك الصوت الذي بشر بفجر جديد. نعم. وبشر العمانيين بالخير وبالأمل، وكانوا العمانيون على خريطة العالم متناثرين، جمع شتاتنا وعادنا إلى الوطن الأم بعد أن كدنا أن نفقد أملنا في الحياة. الحمد لله. وكانت نبرة صوت صاحب الجلالة في أول خطاب له عبر الإذاعة. نعم. ولا شك أن يحمل كل عماني في وجدانه وفي ضميره ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي خاطب به جلالة السلطان شعبه وأعطاه رؤيته ومرئياته ووعده أن يحقق له كل ما يصبو إليه. نعم. وظلت هكذا. وقد نعم. وقد أوفى بوعده. نعم. والله الحمد. ظلت طبعا الإذاعة ناقلة لصوت جلالتي وخطابات جلالتي عبر سنوات النهضة المباركة، وناقلة أيضا للعمل والبناء والتنمية في هذا البلد، بالإضافة إلى ما تقدمه من جوانب عدة ترفيهية ويعني معرفية كثيرة في جوانب عدة تتعلق بالعمل الإعلامي. حافظت على مكانتها حتى مع يعني رغم أنه في كثير من الناس كانوا ربما يشككون في قدرتها على المواصلة بهذه القدرة وبهذا الرونق الذي تتميز به مع ظهور وسائل الإعلام كثيرة ومتعددة، لكنها ظلت صامدة. لماذا؟ أول الإذاعة كانت من أهدافها التوعية، وسيلة تثقيف، وسيلة تنمية، أيضا وسيلة إعلام، يعني هي الإعلام. لأن الوصول إلى المواطن في المكان الذي لا تصل إليه الصحيفة قامت به الإذاعة، وكان الإعلام هو إذاعة إلى أن جاء عصر التلفزيون. نعم. الإعلام بالنسبة لقطاعات كثيرة في المجتمعات النامية كانت هي وسيلة التثقيف الوحيدة. وبالتالي الإذاعة خطت هذه الخطوات، يعني نتكلم عن الإعلام التنموي وما قامت به الإذاعة. نعم. من جهود تنويرية على مستوى المحلي والإقليمي. ما في شك أن الإذاعة قطعت شوط كبير وخصوصا في بداية عهد النهضة، وحثت الناس على المساهمة. نعم. من خلال البرامج التوعوية، من خلال أركان كانت ثابتة في الإذاعة، ركن الطفل وركن العمال وركن المزارع وركن الأسرة. هذه كانت أركان موجودة في الأخبار والبرامج واللقاءات، بالتالي كانت وسيلة تنويرية. بالنسبة للحفاظ على هذا المستوى كما ذكرت أنت، عندما برزت وسائل جديدة أرادت أن تسحب البساط. نعم. من الإذاعة كالتلفزيون، ثم اكتملت الحلقة بوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. والثورة المعلوماتية التي حصلت في هذا العالم خلال 10 أو 20 سنة الماضية، حاولت كل الإذاعات أن تغير من أسلوب عملها وتستفيد من هذه الوسائل بطرق شتى. وأيضا الوعاء والمضمون والمحتوى الذي تقدم هذه الإذاعات استطاع أن يبقيها. نعم. بالإضافة إلى أن الإذاعة تتميز بخصائص مختلفة تماما عن أي وسيلة أخرى. نعم. الإذاعة بإمكانك أن تسمعها في بيتك، في سيارتك، في رحلتك البحرية أو البرية، على الجبل، في المزرعة. يعني الإذاعة متواجدة، ولكن الحفاظ على مستوى الإذاعة يعتمد بشكل
أساسي على المنهجية وعلى الحرفنة اللي يقوم فيها العاملون في أي وسيلة إعلامية وبالخصوص الإذاعة. ما في شك أن اليوم الإذاعة غيرت يعني وعملت تكتيكات جديدة نراها تستثمر وسائل التواصل مع الناس وتنفتح عليهم، والحوار المباشر وإشراك شرائح كثيرة من المجتمع. النخبة يعني تقريبا دورها بدأ يخفت. نعم. الآن الإعلام هو إعلام جماهيري تفاعل أيضا تفاعل. هل هذا مؤثر جدا أستاذ عبد العزيز؟ يعني عندما نتكلم عن سنوات يعني عشرات السنين مضت كان ربما الصوت في اتجاه واحد، الآن يعني رجع الصدى يأتي مباشرة، ليس فقط بالاتصال وإنما برسائل نصية القصيرة بتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وظهر الآن انستغرام، بل وأصبح الآن تنقل مباشرة الآن حتى المذيع يظهر صورة بالإضافة إلى صوته. هو لا شك أن الصورة أصبحت هي الطاغية الآن على كل وسائل الإعلام، الصورة، ولذلك الصورة الكل يخاف منها. يعني تلاحظ أن هناك صحفيين يصوروا في مواقع الأحداث يقتلون. لماذا؟ لأنهم يمتلكون الصورة. نظريات الإعلام الحديثة الآن بدأت تعطي الصورة خصوصية يعني ثابتة، أن كل إنسان أصبح ينظر إلى الصورة أكثر مما ينظر إلى وسيلة إعلام أخرى. ثم أخ خالد، الآن نظريات الإعلام تغيرت، التحولات التي حصلت حصلت معها أيضا تغيير في الإعلام الكلاسيكي، أصبحت سلعة وبالذات الإعلام الغربي، والآن إحنا نتلمس العالم الثالث يتلمس هذا الطريق أن يتحول الإعلام إلى سلعة وليس إلى خدمة. إحنا لازلنا نقدم خدمة. في الغرب يقدمون الإعلام كسلعة. هذا بالمفهوم الإيجابي أم سلبي؟ طبعا، هي أن من خلال اشتراك في محطات إذاعية وتلفزيونية وغير ذلك، يعني رياضية واقتصادية وأفلام وموسيقى وأخبار، يعني بالضبط. أنت ما محتاج إلى أي إذاعة أخرى، أنت عندك إذاعة لها مكانتها في مثلا في الولايات المتحدة، في أوروبا، في اليابان. لكن ظلت الصورة الطاغية الآن، وبالذات عندما دخلت كثير على مستوى العالم قطاعات مهمشة ما كانت تظهر مع النخبة، مع قادة الرأي العام، مع صانعي الأحداث، مع الناس التي ترسخت في وجدان الناس أن هي التي تقوم بكل شيء. الآن دخل جيل جديد أو عدد هائل أو قطاعات كانت مهمشة على مستوى العالم، فأصبحت هي اللي تصنع الحدث الآن وتسبق أي وسيلة إعلامية. يعني أنت الآن معك هاتف، حصل لا سمح الله حادث أو وادي نزل، في مجرد أنك على طول تصور تسبق حتى وسائل وتحرر في نفس الوقت وترسل على ما قبل ما يجي التلفزيون ومراسل الوكالة وهكذا. فقضية الحفاظ على هذا المستوى لابد من تغيير أيضا أسلوب العمل وأيضا الحرافية والمهنية. طيب لو جئنا إلى رسالة الإذاعة هي نفسها، هناك من يقول بأنه الإذاعة أكثر تأثيرا في الناس في صناعة الرأي، في ربما تغيير الآراء من وسائل الإعلام الأخرى. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ وما الذي تمتلكه الإذاعة أصلا لتقوم بهذا الدور؟ هو يعتمد على المحتوى الذي ترسله الإذاعة، يعني هذا كلام صحيح. يعني الإذاعات الموجهة مثلا البي بي سي، أنا أذكر بال79 عندما كنت أتدرب في البي بي سي وجدت أنه حوالي 37 لغة تنطلق من البوش هاوس، ب37 لغة الموجهة للعالم. طبعا بريطانيا ضليعة في هذا المجال،
وكانت هذه الإذاعات من ضمنها طبعا اللغة العربية لخدمة أهدافها وخدمة مصالحها وأيضا مستعمراتها المنتشرة في العالم. ظهرت أيضا مدارس جديدة وإذاعات موجهة مثل صوت العرب، وصوت العرب أنا أيضا تدربت فيها في السبعينات، كان فيها حدود 30 لغة على مستوى العالم. إذن الإذاعة هذه الإذاعات التي تخاطب أيضا ليس فقط المحيط الخارجي وأيضا طبعا، لكن داخليا أصبحت وسيلة تنوير على المناطق، على الأقاليم، على المجتمعات المحلية. الآن انتشرت الإذاعات الأخرى، يعني إحنا عندنا 9 إذاعات منها 6 ناطقة باللغة العربية، منها الإف إم مثلا اللي أصبحت في دائرة معينة وتوسعت الآن إلى المناطق من خلال طبعاً أجهزة إلى أي مدى هذا يثري أيضاً هذا التنوع حتى بعضها متخصص أيضاً؟ هو يعتمد على كما ذكرت لك المحتوى، ولكن الإذاعة تصل أي مكان. يعني أنت عشان تعمل تشاهد تلفزيون لازم في بيتك أو في مكتبك، لكنك تسمع الإذاعة في رحلتك البحرية أو البرية أو على جبل أو في بيتك. الآن دخل الخدمة الإذاعية، دخلت الأقمار الصناعية، أي موجود بالتلفزيون، يعني تنافس التلفزيون وتفتح على الإذاعة من خلال التلفزيون الذي أمامك. إذن قضية الإذاعة لن تسحب من تحت البساط، شريطة أن تتفاعل الكوادر العاملة في الإذاعة كيف تستطيع أن تحافظ على مكانتها وعلى جمهورها. طيب سيد عبد العزيز، أيضا في جانب آخر حابين نتحدث عنه، وهو أيضا اختيار اليونسكو هذا العام لإذاعة سلطنة عمان لتكون محطة إقليمية للاحتفال باليوم العالمي، هل لذلك دلالات أيضا معينة لمكانة إذاعة سلطنة عمان ربما وما وصلت إليه من تطور؟ ما في شك أنه هذا لم يكن يعني اختيار عشوائي، إنما نتج عن خط سياسي وإعلامي درجت عليه عمان حسب تعليمات صاحب الجلالة أن نوضح ولا نجرح. الإعلام العماني ظل بهذه الصورة يمشي بخطى ثابتة متوازن، يتفاعل مع كل المجتمعات، يمد يد الصداقة للكل، يحافظ على مكانة هذا البلد وعراقته وسياسته وثوابته وأيضا الحيادية الإيجابية التي نهجتها السلطنة، والإعلام صورة عاكسة لهذا الواقع. فبالتالي احنا يعني نشكر اليونسكو وهذا له يعني ما نثمنه يعني، ونتمنى أن نحترم هذا الاختيار ولا نتوقف عند هذه المحطة، وإنما نسعى لتحسين أدائنا وإعلامنا إن شاء الله. الحديث معك سيد عبد العزيز شائق جدا ويأخذنا يعني ساعات وساعات، شكرا لك على وجودك معنا، سعدنا بوجودك حقيقة في هذه اللحظة. وأنا سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وإذاعة سلطنة عمان والإعلام العماني والإذاعات العماني سواء الرسمية أو الإعلام الموازي، نتمنى إن شاء الله أن يحمل محتوى يعبر عن عمان وهوية عمان إن شاء الله. آمين إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، هذا كان حديثنا عن اليوم العالمي للإذاعة واختيار أيضا السلطنة من قبل اليونسكو كمحطة إقليمية للاحتفال بهذا اليوم. محطتنا القادمة إن شاء الله الحديث عن ندوة الوقاية من المخاطر الصحية للمبيدات الكيميائية، ابقوا معنا. We'll be right back.
أستاذنا الحبيب عمان، طبعا أيضا من الأعمال الجميلة، الأعمال الوطنية التي فيها الكثير من الذكريات وكثير أيضا من الحافز أيضا للعمل والبناء في هذا الوطن العزيز. وقفتنا الأخيرة في هذه الحلقة هي الحديث عن ندوة الوقاية من المخاطر الصحية للمبيدات الكيميائية من خلال ضيفي المهندس باسم بن بير بخش الزجالي، مدير دائرة الصحة الوقائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. حياك الله مهندس معنا، أهلا ومرحبا بك. حياك الله أستاذ خالد. طبعا هذه الندوة تنظمونها في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالتعاون مع جامعة سلطان قابوس، لكن يشدني هكذا المبيدات الكيميائية، ما المقصود بالتحديد المبيدات الكيميائية وفي أي مجال بالتحديد؟ حقيقة نشكر تلفزيون سلطنة عمان على تسليط الضوء على الأعمال التي تقوم بها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم هذه الندوة مع جامعة السلطان قابوس وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة. حقيقة جهود الوزارة مثل ما تعرف مكافحة نواقل الأمراض فيما يتعلق بمبيدات الحشرية، فالمبيدات تختلف بتركيباتها الكيميائية وكذلك بالمخاطر التي ممكن أن تنجم عن طريق سوء استخدام هذه المبيدات. يعني المبيدات التي يتم استخدامها في القضاء على هذه الحشرات. بالضبط. فجهود الوزارة فيما يتعلق بالقضاء على المبيدات الصحة العامة فتختلف أنواع المبيدات، مثل ما هناك مبيدات حشرية ومبيدات مختلفة، فالوزارة معنية فيما يتعلق بجهودها للقضاء على الآفات. طيب، وهذه الندوة تأتي في هذا الإطار، في إطار البحث أيضا عن المخاطر الصحية لهذه المبيدات. حقيقة الندوة تركزت على 3 محاور رئيسية: القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة، في كيفية استخدام السليم للمبيدات الكيميائية، والمحور الثاني فيما يتعلق بالمخاطر والأمراض المهنية المرتبطة ببيئة العمل، والمحور الثالث فيما يتعلق بالتعامل السليم مع المبيدات الكيميائية. ونحن حقيقة يعني إطار الندوة خضينا جانب العمال اللي يتعاملوا مع هذه المواد الكيميائية بصفة مستمرة من خلال أعمالهم اليومية. فخضينا الندوة في هذا الإطار، ما هي أهم الأمراض والمخاطر التي قد تنجم من خلال سوء استخدام هذه المبيدات، ما هي أهم التشريعات والقوانين الدولية التي ممكن أن تنعكس على القوانين المحلية الموجودة من خلال دور الجهات الحكومية ممثلة بوزارة القوة العاملة ووزارة الصحة وأيضا. طيب خلينا نأتي إليها بالتفصيل هكذا، ما يتعلق أيضا بالمخاطر والأمراض التي قد يتعرض لها العاملون في هذا المجال في حال عدم التزامهم أيضا بالاشتراطات الصحية في التعامل مع هذه المبيدات. صحيح، مثل ما تفضلت أن العمال اللي يتعاملون مع هذه المبيدات، طبعا مثل ما تعرف أنت أدوات الوقاية الشخصية خط دفاع بالنسبة للعمال، أهم الأساسيات الصحة والسلامة عند التعامل مع هذه المبيدات والالتزام بأدوات الوقاية الشخصية ممكن تكون عامل للحد أو التقليل من المخاطر في بيئة العمل. عملنا حقيقة بعض المصوحات الميدانية على أساس أن نقيس مدى الوعي الصحي للعامل عن المشاكل أو المخاطر من حيث رصد وتقييم حالات التسمم وأيضا فيما يتعلق بأنواع هذه المخاطر. فاستنتجنا خلال إحصائية بسيطة جدا أن غياب الوعي لدى العاملين وعدم التزامهم بهذه الأدوات الوقاية الشخصية فكان خطر جسيم بالنسبة لبعض العمال الذين يستنشقون طبعا مثل ما أنت تعرف كمية من هذه المبيدات، وبالتالي ممارسات الخاطئ أثناء التعامل مع هذه المبيدات. وأكيد أكيد أيضا الوزارة حريصة أيضا على سلامة العمال، وأكيد هناك في جهود أيضا مبذولة
توعية أيضا العمال بها مثل الالتزام بالاشتراطات الخاصة بهذا. تأتي رسالة الوزارة مكملة ومواكبة للمنظومة الدولية في توفير بيئة عمل صحية من خلال تدريب العمال على أهمية التعامل مع هذه المبيدات، وكذلك فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة عن إجراءات السلامة بداية من مرحلة الخلط ومن الرش، ومن ثم التعامل مع المعدات المختلفة قد تكون خطر أيضا في حالة حدوث أي حوادث أو إصابات خطيرة في بيئة العمل. نعم، طبعا عندما نقول هنا القوانين والتشريعات المنظمة أيضا، هل هذا تقصد هنا الإجراءات الصحية للتعامل مع هذه المبيدات، أم أنه في حال لا سمح الله تعرض هذا العامل لأي خطر نتيجة التعامل مع هذه المواد تأديته لعمله، ماذا يهم القانون الذي يحميه بعد ذلك؟ هل هذا المقصود؟ صحيح، هناك بعض القوانين حقيقة موجودة، يعني على سبيل المثال في قانون 5/2009 صادر من وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتحديد الأمراض المهنية المرتبطة في بيئة العمل. نعم. فممكن أن تندرج هناك بعض القوانين فيما يتعلق بسوء استخدام هذه المواد الكيميائية. نعم. فالوزارة كذلك أيضا في سلسلة من الإجراءات السلامة يتبع العامل قبل استخدام أي مبيد، أهمية البطاقة المعبأة بالنسبة للمبيد، وأيضا التعامل السليم مع هذه المبيدات، والحد أو التقليل من مصادر الخطر. طبعا هذه المبيدات أيضا لديها وسائل متعددة في نقلها وفي حفظها أيضا كذلك. صحيح، المخازن حفظ المبيدات هي جزء أساسي ومكمل أيضا من منظومة الصحة والسلامة، فبالتالي حفظ هذه المبيدات بطريقة صحية وكذلك تحت ظروف التخزين، التعبئة، وأيضا التداول فيما يتعلق بالأعمال الميدانية من خلال الرش على القرى وعلى مختلف المواقع، قد في حال إذا تم يعني سوء استخدام هذه المبيدات قد تكون ضرر. نعم. على صحة هذا العامل إذا ما التزم بقواعد السلامة. نعم. طيب، ما هي أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة، كونها الندوة كانت اليوم واحدة اليوم، ما الذي خرجت به الندوة؟ حقيقة يعني كانت جهود كبيرة جدا، ومشكورة الزملاء من بعض الجهات الحكومية التي شاركت، فتركزت على القوانين وكذلك تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية، لنكون واقعين الحكومة وقعت اتفاقيات فيما يتعلق مع منظمة الصحة، مع منظمة العمل الدولية، وكذلك هناك مبادرات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالإبلاغ أو الإسراع عن حالات الطوارئ في بيئة العمل، فركزنا على هذه النواحي لكون يهمنا أن يكون هناك في سجل لحصر المبيدات هذه أو السموم المتراكمة. فأهم التوصيات ركزت على هذا الجانب من خلال حصر ورصد وتقييم حالات التسمم، ومن ثم تأمين توفير التأمين الصحي. نعم. لفئة العمال. نعم، طبعا يستاهلوا كل السلامة، وإن شاء الله يعني يكونوا بعيدين، طبعا كل المشتغلين أيضا في هذا الجانب بعيدين عن كل هذه المخاطر الصحية التي قد تلحق بهم نتيجة التعرض لهذه المبيدات الضارة. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا، المهندس باسم بن بير بخش الزجالي، مدير دائرة الصحة الوقائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. شكرا لك على وجودك معنا. شكرا جزيلا على حسن التضافر. شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا، هذا كان حديثنا أيضا الأخير في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا أيضا بموضوعاتنا التي طرحناها هذه الليلة، حاولنا أن تكون هكذا الحلقة منوعة بموضوع مجموعة من الموضوعات طبعا من عمان، يأتيكم من الأحد إلى الخميس، إن شاء الله تقضوا معنا وبرفقتنا دائما هكذا أماسي طيبة وممتعة.
وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، نلقاكم إن شاء الله يوم غد. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، وهذه تحية خاصة من مخرجنا إبراهيم الشريقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.